ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة رجعنا بفيديو جديد، والنهاردة الفيديو هيكون عن تحدي بين سكر ومهند. ايوة يا جماعة، زي ما سمعتوا النهاردة هيكون تحدي ما بين سكر ومهند. طيب يا جودي لو سمحتي بقى قولنا الالوان. ايوة يا جودي، كل واحد هيكون ليوم كام؟ سكر هتقضي يوم كامل باللون الاحمر، ومهند هيقضي يوم كامل باللون الاخضر. ايه ده بجد؟ ايوه بجد. يا سلام، اللون الاحمر فيه حاجات كتير، على فكره اللون الاخضر فيه حاجات اكتر. هنشوف. اتفرجوا على الفيديو لحد اخره عشان تعرفوا مين كسب. ايوه، وقبل ما نبدا الفيديو، سكر ومهند عايزين يقولوا لكم حاجه. اول حاجه، احنا بنشكركم عشان انتوا وصلتوا جودي ل70,000 مشترك. ايوه يا جماعه بجد شكرا ليكم جدا. وكمان انا ومهند هنتكلم بخصوص المسابقه. للي ما يعرفش المسابقه دي يا جماعه، هقول لكم دلوقتي كل حاجه عنها. طبعا كل مسابقه بيكون ليها شروط. انا دلوقتي بقى هقول لكم شروط المسابقه. شروط المسابقه ان انتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتنشروا القناه وتكتبوا تمام في التعليقات بعد ما تعملوا كل ده. واحنا انا وسكر بنطلع 30 تعليق منكم، صح؟ ايوه. ودلوقتي يا جماعه احنا هنطلع 30 تعليق، وطبعا محدش يزعل منا، ها؟ محدش يزعل، عشان اللي هيزعل هزعل منه. وكمان محدش يزعل، عشان المسابقه دي هتكون مستمره مدى الحياه في كل مسابقاتنا وسكر. ايوه بالظبط. فدلوقتي يا جماعه يلا نشوف مين الـ30 اللي كسبوا معانا. مبروك للي كسبوا معانا، مبروك 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 مبروك. كوك كوك. ايه سكر، انت قلبتي فرخه ولا ايه؟ خلاص خلاص، يلا بقى خلينا عشان نبدا التحدي. ايوه ماشي، يلا خلينا نبدا التحدي دلوقتي يا جماعه. هنروح محل الملابس عشان سكر تشتري لبس باللون الاحمر، ومهند هيشتري لبس باللون الاخضر. يلا بينا يلا. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي وصلنا لمحل الملابس. ايوه، وانا هجيب لبس باللون الاحمر، ومهند هيجيب لبس باللون الاخضر. يلا بقى عشان ندور على اللبس. يلا يا سكر. يلا بقى، مهند لقى لبس وانت لسه. اصبري يا جودي بدور. ايوه انا خلاص لبست لبس اخضر. يلا يا سكر، ناقص ان انت تجيبي اللبس الاحمر، اهو عندك هناك. طيب ماشي هجيبه، انا راح اخده. لا ده بتاعي، سيبيه بتاعي. ده بتاعي. بتاعك انت مين يا عم الحاج؟ انت ما تخلينيش اتعصب عليك. انا بخاف، ما تتعصبيش عليا، انا بخاف. ماما 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 ماما. ايه ده، ايه الواد المهبل ده؟ مهبل مين يا سكر؟ بس اسمه مهبل يا عم. عصبني يا عم. خلاص في الاخر ماشي، يلا خدي لبس بقى وانجزي. ايوه الصراحه سكر عندها حق، الواد ده مجنون وهبل قوي. بصوا مشي في الاخر عمال يقول ماما ماما. ايوه يا جودي ده جبان جبان. يلا انا هروح اغير. خلاص خلصت. طيب كويس، وبالشكل ده يكون سكر ومهند لبسوا خلاص اللبس بالوانهم. ايوه، ودلوقتي هنروح على صالون الشعر. انا مش مستوعب ازاي هصبغ شعر اخضر. انا هكون عامله زي الطماطمايه لما اصبغ شعر احمر، وانا هيكون شكلي عامل زي الخياره. طيب يلا بس نروح صالون الشعر. ودلوقتي يا جماعه احنا وصلنا صالون الشعر. ايوه، وانا هصبغ شعر احمر، وانا هصبغ شعر اخضر. بصي يا استاذ، اصبغ اللي دي شعرها احمر وده اخضر. متاكدين؟ انا ما شربتش كوبايه النسكافيه النهارده، انتم متاكدين؟ يا عم ايوه يا عم متاكدين بقى، ده انت رخم. طيب حاضر، هو انا اللي هعمله ولا انتم؟ ايوه يا عم بقى اعمله بقى، ده انت رخم. عارفة يا سكر، انت لو مكنتش رديتي عليه انا كنت هفرقع فيه، وكنت ممكن احطه تحت صابع رجل الصغير. ايوه يا جودي معاكي حق، ده الراجل ده رخم. يلا اشتغل بقى. وكده يا جماعة خلاص سكر ومهند صبغوا شعرهم. والله العظيم يا جودي انا شكلي شبه الطماطماية، وانا شكلي شبه الكرومباية. ايوه يا مهند انت معاك حق، انت شكلك شبه الخضروات كلها اللي لونها اخضر. سخيفة يا عم انت، غبي يا عم، ما انت لسه بتقول على نفسك شبه الكرومباية. اه صح معاكي حق، معلش يا جودي اسف. يا عم عادي، يلا كله رايح.
دلوقتي بقى يا جودي هنعمل ايه يا فندم؟ دلوقتي هنروح السوبر ماركت عشان نشتري الاكل. ده انا في دماغي شويه حاجات هشتري، فراوله بقى وايه وطماطم، وهظبط نفسي. وانا على فكره هقدر اشتري حاجات كتير. هنشوف. ماشي هنشوف. قلنا هنشوف يا سيسي. قلت لك ماشي هنشوف يا عم. خلاص هنشوف. يبقى قلنا هنشوف. خلاص هنشوف. هنشوف. ماشي هنشوف. خلاص خلاص يلا بقى عشان نروح للسوبر ماركت. يلا. ويا جماعه دلوقتي احنا وصلنا السوبر ماركت. هيا هتجيبوا ايه؟ انا هجيب تفاح اخضر. وانا هجيب تفاح احمر. طيب هتجيبوا ايه تاني؟ انا هجيب طماطم. وانا هجيب خيار. وهتجيب ايه غير الكرنب؟ هجيب كل الخيار اللي باللون الاخضر. سكر انا عندي ليكي حاجه حلوه. ايه يا مهند؟ هاتي لحمه نيه. لا طبعا مستحيل، هو انا باكلها مستويه عشان اكلها نيه؟ بصوا يا جماعه، انا هجيب خيار وهجيب بصل وهجيب كرنب وهجيب شمام وهجيب افوكادو وهجيب ايه تاني. بصوا يا جماعه، انا اعتقد ان انا هقضي يومي كله يعني خضار وكده. ويا جماعه انا هجيب طماطم، وكمان هروح سوبر ماركت التاني عشان اجيب فراوله، وكمان هجيب بطيخ. لا انا اللي هجيب البطيخ. البطيخ لونه احمر مش اخضر. البطيخ لونه اخضر مش احمر. احمر اخضر احمر اخضر احمر اخضر. يا رب يا رب، ايه الصوت ده؟ في ايه في ايه؟ مهند الباشا بيقول قال ايه البطيخ لونه اخضر. سكر المدام الهانم قال ايه بتقول ان البطيخ لونه احمر. بصوا، ولا انت هتجيب بطيخ ولا هي هتجيب بطيخ، وريحوا نفسكم. يو انا كنت عايز اجيب. انا اللي كنت هجيب. خلاص مفيش حد هياكل البطيخ، انا هاكله كله اهو كده وهخلصه، ومحدش هياكل بطيخ تاني كده. خلاص ارتحتوا؟ ارتحتوا؟ اسمها ارتحتوا. خلاص خلاص ما تحدش عايب عليا. وبالعموم البطيخ خلاص بح كده يا جماعه. خلاص سكر ومهند اشتروا كل حاجه هم عايزينها، ودلوقتي هنروح السوبر ماركت التاني عشان نشتري بقيه الحاجه. ايوه دلوقتي يا جماعه احنا وصلنا السوبر ماركت التاني، وانا دلوقتي هدخل عشان اجيب فراوله. اهي يا جماعه الفراوله فوق، وكمان في مربى باللون الاحمر اهو يا جماعه. كده انا جبت مربى فراوله، وكمان فراوله ذات نفسها. على فكره دول لونهم بينك. لا على فكره لونهم احمر، صح يا جودي؟ ايوه يا صراحه يا مهند هم لونهم احمر. لا يلا شوف بقى اي حاجه باللون الاخضر. شكل كده مفيش اي حاجه باللون الاخضر غير البسله. انا بكره البسله. يا بابا يا بابا خدني يا مكان ده، في وحوش. نحاني صدقيني يا بنتي مش هجيبك هنا تاني، صدقيني. ايه الناس الوحوش دي؟ ايه ده؟ دول ناس ما عندهمش ذنب. تعرفوا تسكتوا. عمالين تمشوا الزباين. خلاص يا حاج احنا اسفين، بنكرياسك يا حاج ممكن نفرقع. بنكرياسي مين؟ ما انتوا لو خايفين على بنكرياسي ما كنتوش صرختوا بالصوت ده. خلاص يا حاج احنا اسفين، يلا توكل على الله. دلوقتي يا جماعه خلاص سكر ومهند اشتروا كل حاجه، ودلوقتي هنروح على البيت عشان يبداوا يفطروا بقى ويتغدوا كده. يلا بينا. يلا يلا يا مهند انت وسكر استعدوا عشان تفطروا. يلا. هتفطري ايه يا سكر؟ انا هفطر مربى، وكمان هفطر تفاح وطماطم. وانت يا مهند؟ انا هفطر كرنب وكمثرى او افوكادو ولا جوافه، دي مش فاهم لها حاجه. يا مهند لا بلاش كرنب على الفطار. هيعمل ايه يعني يا جودي؟ يا مهند عشان انت زورك صغير ممكن تبلعه على طول وتقف في زورك وتموتك، او ممكن تعملك اي حاجه في الاحبال الصوتيه. المهم هتكتر عن يوم. لا مش هتكتر عن يوم، يوم بس وهتتعدل بقى. طيب خلينا نجرب. يا مهند بلاش. سكوتي. لا يا مهند لا. انا صوتي بقى عامل كده ليه؟ صوتي اتغير خالص. ايه ده يا مهند انت صوتك اتغير؟ وانا كمان عايزه صوتي يتغير. انا هروح اكل كرنب. لا يا سكر ما ينفعش، التحدي ان انت تاكلي احمر بس، لو اكلتي اخضر يبقى انت كده خسرتي. يو كنت عايزه صوتي يتغير زيه.
طب خلاص خلاص، انا هاكل الكمثرى والبتاع دي اللي مش عارف لها حل، وبقول لكم رايي. يا عم كل اللي تاكله بقى. انا هبدا فطار. هيا مهند، طلعت كمثرى ولا افوكادو ولا جوافه؟ انا ما دقتش ولا دي ولا دي ولا دي، فما اعرفش عنه واحده فيهم. ماشي ماشي يا عم خلاص. انت مالك، هتتخانق معانا ولا ايه؟ دلوقتي يا جماعه سكر ومهند هيستريحوا شويه وبعد كده هيتغدوا. بس استني يا جودي، انا ما اعرفش لحد دلوقتي صوتي حلو في الغنى ولا لا. الصوت الجديد ممكن يكون مختلف عن القديم، فانا هجرب اغني. ماشي ماشي يا مهند، غني وورينا. ربنا يستر. يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل. صوتي حلو صح؟ ايوه طبعا طبعا يا مهند، صوتك جميل جدا. حلو، بس ما تستمرش عشان الحسد. استنوا بقى الغدا يا جماعه. سلام يا جماعه. دلوقتي مهند سكر ارتاحوا كتير وهما جعانين، فهم بقى دلوقتي جعانين وعايزين ياكلوا. ايوه انا هروح اجيب الغدا بتاعي. طيب يلا بقى جهزوا عشان تتغدوا. كده خلاص مهند وسكر اتجهزوا للغدا ودلوقتي هم هيتغدوا. انا هتغدى طماطم وطماطم وطماطم وفراوله. ماشي، ايه كل الطماطم ده؟ اتغدي المهم. وانت يا مهند هتتغدى ايه؟ انا هتغدى بصل واللي مش عارف لها حال دي. يا مهند انت سميتها اللي مش عارف لها حل؟ ايوه، واسمها عجبني كمان. طيب ماشي براحتك. دلوقتي يا جماعه سكر ومهند خلاص خلصوا اكل. ايوه احنا خلصنا، بس انا الصراحه نفسي فرخه مشويه. ايه ده ايه ده، لو اكلت فرخه مشويه كده هتخسر التحدي. يا ربي بقى يا ربي بقى، انا هقول لماما تعمل لي حله محشي اول لما ارجع البيت، وكمان صينيه بسبوسه. خلاص ماشي براحتك، بس اهم حاجه تكون الساعه عدت 12 عشان تكوني كسبتي في التحدي. ان شاء الله ان شاء الله. ايه رايكم يا جماعه، صوتي قبل الكرنبه حل احلى ولا صوتي بعد الكرنبه؟ قولولي عشان لو كده هاكل كرنبه كل يوم. بص يا جودي، الصراحه عشان انا جعانه وقضيت يوم النهارده فاكهه وخضار بس. ماشي، فانا دلوقتي هروح اتعشى وبعديها بقى اتوكل على الله. ماشي يا سكر براحتك. وانت يا مهند تتعشى دلوقتي ولا لا؟ الصراحه انا كمان جعت قوي، انا عاوزه اتعشى. يا جودي كنت كده عملتي صباعين محشي ورق عنب، والله كان هيبقى حلو كمان لونه اخضر. ليه يا جودي ليه؟ ورق عنب مين بس ده؟ انا عماله ادور على اللي بيعمل لي ورق عنب. خلاص يا جودي، احنا في يوم نتجمع كلنا ونقعد كده ونحشي المحشي وناكل كلنا. ماشي يا سكر ماشي، بس الصراحه يا سكر انا عايزه بيتزا اكتر من المحشي. بص يا جودي، انا مش فاضي للكلام الفاضي ده، انا هدخل عشان اتعشى. هتتعشوا ايه بقى؟ انا هتعشى فراوله وكمان تفاح. انا هتعشى كانتالوب. طيب خلاص يلا بقى اتعشوا. كده خلاص سكر ومهند خلاص اكلوا، وما تنسوش مسابقتهم ان انتوا تشتركوا في القناه وتحطوا لايك وتشيروها، وبعد كده تكتبوا تم، وهما ان شاء الله هيطلعوا تعليقكم في الفيديو الجاي. وبس كده. أيوة. الجزء الرابع بعد 10000 لايك. وبس كده، باي. وانا عارفه ان انت سكر ومهند اختفى الفيديو ده ال 10000 لايك، مش مشكله بقى. انا هروح عشان اكل البيتزا اللي انا عاوزاها.